صباح الخير محاسن. صباح الخير لوركا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك انت؟ ماشي الحال. ما بعرف اللي بيشتغل بالشأن الاقتصادي بيكون منيح. هيك وهيك بتخدم بالعادة يعني. خلص بتصير الامور مثل بعضها، خاصة بلبنان يعني دائما الخبريات هي ذاتها. ايه لا لكن ايه اللي جديد اليوم؟ البشع اللي بتكوني انه انت احيانا بتقولي لا انه ممكن مثلا يكون في مثلا شيء ايجابي، ممكن مثلا نتامل انه هون هيدي الكليك تقطع او كذا، بس انه اذا ما صارت يعني بتحسي حالك انه رجعتي للبؤره تبع الاكتئاب يعني. نعم. على كل حال محاسن، اليوم مع شو بدنا نحكي نحن وياك؟ بدي احكي اول شيء، فقلت لك امبارح ما حكيتيني، بدي احكي انا وياك فقلت خليها هيك تعبر عن حالها لحالها بدون ما انا ادخل. ايه. بدي احكي انا وياك اليوم شوي عن في ثلاث محاور اساسيه اليوم عم بيتم الحديث عنها بالبلد. هي اولا الشق المتعلق بالذهب، يعني ما يملك اليوم لبنان من احتياطي الذهب، هل هو سيخسر هذا الذهب من خلال وضع اليد عليه، سواء من خلال الدائنين الأجانب أم من خلال يعني الدائنين الداخليين، يعني عانيت فيها المصارف اللبنانية اللي لهم دين على مصرف لبنان. بدي أحكي شوي عن موضوع الذهب. نحن بلبنان عندنا احتياطي ذهب، حتى ما فوت عدد الأونصات لأنه صار في تضارب بعدد الأونصات. الدكتور محمد بعصيري النائب السابق لحاكم مصرف لبنان قال بأن لبنان يملك قرابة يعني 10 مليون وما فوق أونصة ذهب، لأن تعرف نحن بلبنان نفتقد إلى الدقة والشفافية بالأرقام. فيما بالمراسلة اللي وجهها النائب ملحم خلف لحاكم مصرف لبنان قال بأن مصرف لبنان يملك قرابة 9 مليون أونصة ذهب وكسور، طبعا يعني أنا ما عم بذكر الكسور فيها. هلا المعضله اللي نحن عنا اياها انه في جزء من هيدا الذهب هو موجود بامريكا، يعني بخزائن الامريكيه، وجزء هون موجود. كان يقول كان الحديث انه قد ايه موجود هون وقد ايه موجود بامريكا. دائما حاكم مصرف لبنان بيتعاطى من هذا البوكر فيس او يعني حتى الضبابيه بالارقام او بالتصريحات فيما يتعلق بالموجودات يلي تابعة لمصرف لبنان او الدوله اللبنانيه، لبعدين نكتشف انه في تقريبا قرابة 3 مليون أونصة، أو إذا بدنا نقرشهم بالدولار عندك شيء 4 مليار وشوي دولار هن موجودين بأمريكا يعني بالاحتياطات هونيك. هلأ الخطر وين؟ أنت بس تتديني بأدوات الدين السيادي يعني السندات اليورو بونز. أنت بتعرف لبنان تخلف عن السداد، بالتالي اليوم هو سيخوض يعني منازعات قضائية بينه وما بين الدائنين. سبق وذكرت أنه الدائنين النسبة الأعلى من الدائنين كانت المصارف اللبنانية، ولكن سيلت فيما بعد سندات اليوروبونز، بالتالي أصبح حاملي السندات هم من الصناديق الاستثمارية الأجنبية، وسيتقاضى يعني النزاع القضائي سيكون بحسب طبيعة العقود يلي مضاها لبنان عندما قام بإصدار سندات اليوروبونز هي للمحاكم بأمريكا. هون نحن وقعين بشقين، ممكن هيدا الذهب يلي هو بالقانون ملكيته مش للدولة اللبنانية، هو تابع لمصرف لبنان. هون انت عندك شقين، تابع لمصرف لبنان ولا لمرت حاكم مصرف لبنان؟ هلا هديك غوايش يعني تعرف على اللغه العاميه، قال عندك بركي هيك عم بيلبسهم تعرف النساء تبعوله. لا ما لا هول هول هيك سبائك ذهب، فبالتالي مش ما بينعازوا. ايه لا ما فينا، ما بينحط حلق لا منسيلهم بعدين هيك منجملهم. نعم. هن سبائك ذهب يعني على سبيل المزاح تعرفي لنطر شوي طبعاً الجو، لانه هلا دغري ببلشوا انه نحن اكيد طبعا ما قلنا بالحياه الشخصيه لكل فرد، نحن مسؤولين عن المال العام للدوله. لا قلنا بالحياه الشخصيه لما ينصرف مصريتنا على صاحبته او على مرته هون بصير لنا يعني، أنا بس هيك وباقي ما باقي يصفر بلس يعني. صح 100%. نعم. انا معك. ارجع للحديث، هودي السبائك اليوم اذا هن تابعين لملكيه مصرف لبنان، بالتالي لا يمكن لحمله السندات سندات اليوروبونز الحجز عليهم. هلا هون في كمان بالقانون انت بتعرفي في ثغرات وفي تاويلات وفي اجتهادات وبصير في عندك لعب على القواعد القانونيه. نعم. تقولوا لا انه طيب ما بميزانيه مصرف لبنان هودي بينذكروا، انه بينذكروا بالعاده ان الموجودات والدوله اللبنانيه سبق انه استعملت الموجودات، هيدي من الحجج يلي ممكن تنطرح. هلا
الخوف الثاني كمان الخوف انه من المصارف اللبنانيه المصارف التجاريه يلي لطالما لوحت انه هي ممكن اذا لجأت وقادت مصرف لبنان انه بدها الديون المستحقه لها علي بزمته يعني للمصرف فيها تلجأ للذهب يعني هذا بيع الذهب. هلا الاسئله اللي احنا بنطرحها اليوم انه ليه لبنان ما استرد الذهب اللي له اللي موجود برا خاصة ببلد رايح متخلف على السداد قد ما كان المسار القضائي للدعاوى قد ما كان إذا ممكن يعني يتوضع اليد عليهم أو مثلا يتم الحجز الاحتياطي عليهم لأنه كمان هيدي بالشق كمان تحمل كتير تأويلات مش دايما القصص بتنجح مع الدائنين إنه يتمكنوا من الحجز على أملاك عائدة للدول يعني خاصة تكون الدول وأحيانا بتزبط لأنه هيدي بتعود سلطة تقديرية للقاضي وبتشوف أنت مين الدولة اللي أكثر وضع إيدة على الملف. أيضا بدي أقولك اليوم شغلة مهمة نحن عنا قانون بيمنع التصرف بالذهب من خلال بيعه أو تسييله بالتالي ما بيلغي القانون إلا قانون يعني في حال أنه كان في توجه لبيع الذهب بيعملوا قانون يبتكروا قانون جديد لا يبيعوا صح 100% تماما صح لانه ما بيلغي القانون الا قانون وممكن هلا بس الحرام وين حقول لك نقطه نحن بالعاده مثلا لما نتحوط او مثلا نجيب مصاري لنا او نشتري ذهب ونضبهم بالعاده مثلا شو بنعمل هيدا الذهب ما لازم يتسيل لقصص بلا طعمة يعني شو كان يقولوا لما نحن يخلص الموجودات هلأ عند حاكم مصرف لبنان ولا منروح نبيع الذهب لنمول استيراد المازوت والمحروقات وبلا بلا بلا هيدا منه منطق يعني انت هون عن جد كأنه عم تكبي مي بالسلة خاصة نحن شفنا الدعم شو عمل شفنا انه ما في هيدي المصاري ما كان الا وجهة استعمال صحيحة وان كان لازم يكون في دعم بس ما كان الدعم الذكي اللي هو بيكون الدعم الموجه للطبقات المستحقة. نعم هيدا اول ملف خلصناه اذا بتحب هلأ شو بدنا نحكي بزودة رواتب القطاع العام؟ ايه للأسف بعد لوركا الأمور عم بتدور بنقطة فراغ حرام يعني عم بياخدوهن ويجيبوهن للموظفين كان على أساس أنه آخر اتفاق أنه يكون رفع المساعدة الاجتماعية تخيلي يعني عملتك منهارة وبدك تقري مساعدة اجتماعية وعم تشحديهن إياها من نص راتب إلى قيمة راتب كامل وأنه يكون بدل النقل يرفع ل 85,000 ليرة على كل يوم حضور بينما هن الموظفين بالقطاع العام عم بيقولوا لا أنه نحن بدنا رواتبنا على أساس 1005 بالدولار وبعدين بالبنك تنسحب على 8,000 هذا الأمر اللي رفض وزير المال قال أنه هذا الأمر بيؤدي لإنفليشن كتير عالي أنه بيزيد من نسب التضخم لأنه الكتلة النقدية بتكبر هلا هو بس فاق وزير المال على الموضوع وعلى الموظفين رواتب والأجور يعني علما أنه انتبه التوظيف السياسي وترشيق القطاع العام هو ضرورة لابد منها بس أنا مش أوريدي أصلا في كتير ناس فلفلت منها لحالة أو أوريدي لمن أنت نهار هيدا القطاع بالتالي خف النفقات لأنه النفقات على الخدمة لأنه كان من أعلى ثلاث بنود إنفاق هي الرواتب والأجور لما نحكي رواتب وأجور بحكي كمان أيضا عن التعويضات بحكي أيضا كانت عندك الكهرباء وكان عندك خدمة الدين هول كانوا أعلى ثلاث بنود بالإنفاق بالموازنة العامة لحد هلأ يبدو ما في اتفاق ما بين موظفي القطاع العام وما بين الدولة اللبنانية لأن بالأخير توصلوا أنه أوكي بدكم تصحيح للرواتب والأجور فإذا خلينا ننطر لتقر الموازنة لا نزيد الدولار الجمركي ولا نرفع من نسب الضرائب لحتى نحقق عائدات وبالتالي نزيد الرواتب والأجور إيه محاسن يعني في شيء مش منطقي كليا بهذا البلد أنه كل شيء غلى صار من بنزين لا مواد غذائية لغاز ولكل الحياة يعني اللي غليت بشكل كتير دراماتيكي يعني وبنفس الوقت هالمعاش الموظف كل موظفين قطاع عام وخاص ربما بعده نفس الشيء فهيدا يعني الفرق بين بين شو الواحد بيصرف وشو بيقبض 100% عادة شو بيعمل بالمجتمعات يعني هلا اول شيء ليه بيكون في بالعاده بالدول اللي بتحترم حالها بيكون عندها لجنه مؤشر
شو لجنة المؤشر؟ يعني بتعمد هيدي اللجنة إلى دراسة غلاء المعيشة بشكل سنوي، بتقوم بزيادة الرواتب على ضوئها لتحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، سواء كان بالقطاع العام أم بالقطاع الخاص، ولكن دائما يطبق على القطاع الخاص، لأن بالعادة كان القطاع العام يكون في عنده مارج مرتاح فيه أكثر، لهيك بتشوف الناس دائما بتركض تتوظف بالقطاع العام، أون بلوس إنه بياخدوا درجات بالقطاع العام، يعني بيلحقوا زيادات بشكل دوري، بياخدوا درجات بيترقوا، هيدي الدرجه بيكون يعني تضاف على اساس الراتب وبيكون عندها مصاري. هلا بالانهيارات، بالانهيار الاقتصادي واللي بتصير، الدول بالعاده ايضا بيكون عندها شبكات من الحمايه الاجتماعيه، يعني قبل ما نفوت بتصحيح الامور شو يعني بيقدموا خدمات للمجتمع للناس، صح؟ يعني المفروض يكون لانه صار في انهيارات اقتصاديه بالعالم وسمعنا فيها سابقا، صح؟ 100% يعني. ولا تزال قائمه، انتبهي. يعني هلا انت زمن الاوبئه، اذا ما بدي اقول انهيار بدي اقول في ازمه، يعني بس يكون في ازمه بالتالي يجب ايجاد الحل. نعم، بس ازمه اوبئه من اوبئه، ازمه سببها اوبئه غير ازمه سببها حدا عم يسرقك. طبعا اكيد 100%. انا اليوم عم بتعاطى هيدي لا محال، بس انا اذا بدي فوت انه الدول اذا في ازمه وجدت كيف تتعاطى الدوله، هون عم بحكي الدوله بمفهوم الدوله مش بمفهوم التنك اللي عنا، لا دوله هون هيك دوله، في مؤسسات، في انظمه، في قوانين تطبق، في ناس بتحصل على حقها بصرف النظر انه كمان هذه الدول تعاني اليوم من نسب تضخم بسبب يعني التيسير النقدي والكمية اللي عملته، لأنه يعني بتطبع مصاري بتزيد بالسوق كل إلى ما هنالك بتتراجع عندها قيمة العملة أيضا، نعم، شوي وبيطلع عندها نسبة التضخم، ولكن بتقدر تعالجها، نعم. أما في لبنان فهنالك غياب كامل وتام لدور الدولة، يعني أبدا ما عندك أنت اليوم عن جد. نحن يا جماعة مش عم ننتقد لننتقد، لا عم نقول أنه في تحلل، ما في دولة اليوم، والدليل على ذلك اللي عم بيصير. نحن هيك نحن على ثقة يعني بهذا الحكي يا محاسن، كل شيء عم نعيشه ماشيين هيك. اول شيء لا يجوز اليوم انه موظف بالقطاع العام بدي شيل انه ما في شيء اسمه الحق عليه، ما الواقع واقعة، يعني خلص انه صارت، انا ما في اجي هلا كبه بالبحر وقول له دبر حالك، عرفتي كيف؟ انه خلص انا بدي طفشه، ما بزد له معاش، وهيك انا عم بوسع نسب الفقر أكيد. وعم نعمل أزمة اجتماعية بالتالي. ما حسن بدي أشكرك كتير، أنا ركزت معك على الحديث بس كمان ركزت على التاتو اللي على كتفك، شو كاتبة؟ كاتبة زكريا وطالة، أولادك، حسن أولادك، الله يخلي لك إياهم، وشكرا كتير على المعلومات اللي أعطيتيني إياها. بنتلاقى سوا الخميس الجاي.